السلام عليكم. اللقاء مع حضرتك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. منور الميدان. والله وانتم بخير. اهلا وسهلا. ايه راي حضرتك النهارده في يوم الجمعه؟ الحمد لله ندعو الله انه يبارك في ايام الجمعه وفي الايام كلها ويبارك في الثوار. نعم. كثروا ام قلوا. نعم. ربنا يبارك فيهم ويحفظهم ويرعاهم يعني. هذا الذي ندعو به. وان يحفظ ميدان التحرير ده رمز للثورة ورمز للمصريين يعني. الله والأمة العربية كلها. آمين. آمين. طب رأي حضرتك في نزول الجمعة القادمة؟ أنا مع الثوار يأتوا كل جمعة. نعم. إلى أن تستجاب مطالبهم بالكامل. أنا مع المجيء للثوار كل جمعة. وأنت لا تتعدد شعاراتهم بل تكون الشعارات الثورة أولا مصر أولا. ولا يفترق دكتور هباء في ذلك تماما. شكرا شكرا. أيده تماما قلبا وقالبا. جزاكم الله خير. شكرا. السلام عليكم. يا من أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. الله يحفظك.